السياسة الغربية سياسة منسجمة مع نفسها ومع تطلعاتها ومع خلفيتها الحضارية وعمق الرؤية الكونية التي تنطلق منها، وحتى التهافت والكيل بمكيالين مما يقال عنها هي منسجمة فيه مع ذلك كله. التطلع لهذه السياسة نفعي مادي من مال وشهوة وسيطرة ونفوذ واستعلاء واستكبار. الرؤية الكونية جاحدة لله سبحانه، أو لا تعترف له سبحانه بحق التشريع لحياة عباده ولا بحاكميته عليهم، وترى أن الإنسان حر في تصرفاته. لا تتوقف هذه الحرية عند حاجز من الحواجز، وليس عليها إلا أن تتغول وليس عليها إلا أن لا تتغول على حرية شركائها في الحرية. وهذا الأمر الأخير لا تلتزم به، وإذا التزمت به فإنما هذا ما يكون منطلق هذا الالتزام هو مصلحتها. وبهذا كله تكون السياسة الغربية منسجمة مع نفسها وكل خلفياتها وفلسفتها في الحياة والكون وفي الحياة والكون والإنسان وعلاقته بربه، أباحت ما أباحت وحرمت ما حرمت مما ترى، في كل ذلك هي منسجمة مع نفسها، وفيما تسرق وتنهب وتثير من حروب ظالمة ومن فتن داخلية في الأمم والمجتمعات الأخرى، وفيما تعيث في الأرض من فساد وما ترتكبه من اغتيالات غامضة وتصفيات واسعة مكشوفة واستغلال حرام وإذلال واستعباد، وفيما تأخذ به من تعدد المكاييل في الموضوع الواحد، وفيما ترفعه من شعار الديمقراطية وتخالفه على الأرض وفي البلدان الأخرى، وتناصر الدكتاتورية والسلطوية عند طالب الديمقراطية والساعين وتناصر الدكتاتورية والسلطوية ضد طالب الديمقراطية والساعين إليها. إذا سألت عن موقف السياسة الغربية من هذه الحكومة أو من تلك الحكومة، من هذا الشعب وحراكه أو ذاك الشعب وحراكه، فلا تتحير في الإجابة، فهي واضحة ومكشوفة وجاهزة. وكل ما في الأمور فكل ما في الأمر عليك أن تعرف أنه من الذي سيدفع الثمن المادي ومن سيعطي ثمنا ماديا أكبر، من سيقدم وطنه وثروات وطنه ودينه وشرف أمته وعزتها وحرية بلده بدرجة أعظم وأعظم، هذا الطرف أو ذاك. انظر الموقف العملية الأوروبية والأمريكية اليوم من الثورة والحكومات، ومنها هذا المثل القريب جدا، مثل أوكرانيا والطرفين فيها، وأن الانتصار لمن كان وما خلفية هذا الانتصار. لا زالت الحكومة تخوض معركتها المقدسة الحامية والشجاعة مع المساجد المهدمة ومن يصلي فيها ومن يقترب منها. هذه الحرب اختارتها السلطة وجدت فيها وأخلصت لها، ويظهر أنها لا تنوي التراجع عنها ما لم تحقق نصرا حاسما كاسحا لا يبقي لهذه المساجد أثرا ولا ذكرا، لا يبقي لهذه المساجد ما استطاعت أثرا ولا ذكرا. وكأنها ترى أن الانتصار في هذه المعركة من الانتصارات الضخمة والأمجاد العظيمة التي لا يمكن أن تفوت. وهل ترى أن معركة تعطى كل هذا البذل وكل هذا الجهد وتنال كل هذا الاهتمام والإصرار والصمود من قبل السلطة هي معركة على مبنى من المباني الصغيرة يسيطر عليه ليسوى مع الأرض وتحول أرضه إلى حديقة عامة أو خاصة، أو ما مات لذلك؟ لا يمكن التصديق بهذا الأمر.
وأنه الهدف لمعركة تفتح على صاحبها باب نقد واسع ومؤاخذة واضحة في الداخل والخارج وفي المدى الطويل من التاريخ. الظاهر أنها معركة مع تاريخ ومع دين، أنها معركة ذات أهداف أبعد، وإذا كانت النية غير ذلك فواقع الموقف الخارجي لا يناسب تلك النية المدعى أو المحتملة، لا يناسب تلك النية المحتملة. ماذا تريد السلطة؟ وبيدها أمر الإصلاح وتركه من نتيجتين. لحد الآن نرى أن الاختيار يتجه إلى الحالة الثانية حسب لسان الواقع العملي الذي يمارس على الأرض أو الذي يمارس على الأرض من قبل السلطة. ويرجى لمصلحة هذا الوطن أن تكون مراجعة السلطة. نحن لا نرجو السلطة، وإنما نرجو لمصلحة الوطن حتى تكون مصلحة الوطن. ويرجى لمصلحة هذا الوطن أن تكون مراجعة السلطة لنفسها سريعة في هذا الأمر، وأن يتجه خيارها للبديل الصالح المتمثل في الإصلاح الجدي والسريع. في ملأ السعداء، أمضي في من مضى من المرحومين السعداء من أبناء هذا الوطن المنكوب، مغادرين لهذه الحياة من ظلم وقسوة السلطة في البحرين على هذا الشعب المضطهد الكريم. امضي كذلك جعفر الدرازي إن شاء الله، وأنت آخر هذا الظلم لحد الله. وكيف لا يكون مظلوماً من اشتدت حاجته للدواء والعلاج، وكان الحبس يحول بينه وبينهما، ولا يجد العناية اللازمة التي تتطلبها آلامه ومرضه المهدد له بالموت. إذا حبس شخص أو جهة شخصاً ومنعه من الطعام والشراب أو من الدواء والعلاج، وهو مهدد بخطر الموت حتى مات فقد قتله ويتحمل مسؤولية قتله. وتكثر أخبار السجون والسجناء في البحرين بالمنع من الدواء والعلاج وتعطيلهما إلى مدد طويلة.